طيب نطمنكم بس على الولاد اللي رجعوا النهارده مدارسهم. زي ما كنا بنقول مش كل المحافظات ولا كل المدارس بتبتدي السبت، لكن البدايه الفعليه والحقيقيه هتكون بكره الحد ان شاء الله. لكن طبعا كان في تعليمات من قبل وزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي مع وزاره الصحه بقى لاتباع الاجراءات الاحترازيه والتاكيد طبعا على الطلاب والولاد، الكمامه، التعقيم والتطهير للمدارس، قصه التباعد. لكن النهارده الولاد اللي رجعوا مدارسهم يعني الحمد لله كانت الدنيا يعني ماشيه بسلاسه زي ما سمعنا، وزي ما بتاكد وزاره التربيه والتعليم انه كل الاجراءات مطبقه وفي انتظام في العمليه التعليميه للنهارده. لكن بكره ان شاء الله تكون الصوره اوضح باذن الله، وزي ما سمعنا من دكتور محمود فالجو برده هيكون كويس، فيعني الولاد يرجعوا كده بنفس مفتوحه ما ينزلوش برده على السقعه والمطره. فالحمد لله 72 ساعه استقرار في الاحوال الجويه وما فيش البرد الشديد ولا الرياح ولا امطار، فان شاء الله كده ايه نستمتع بال 72 ساعة اللي جايين لحين إشعار آخر.